8 إلى 10 ساعات من الكهرباء يوميا بحلول الربيع القادم، من 16 إلى 18 ساعة تغذية بسنة 2023، 24 ساعة كهرباء بحلول 2025-2026. بال 2015 ل 24 على 24 اليوم مؤسسة كهرباء لبنان ما عندها موارد، يعني ما في فلوس نقدر نستخدمها لندفع مستحقات الفيول، والفيول غالي مثل ما بتعرفوا.